النهارده وكالة ناسا للفضاء نشرت صورة عجيبة لتوهج، حالة توهج كده، انفجار شمسي. اهو الصورة اهي معاكم. كان في هذا التوهج ده كان متجه ناحية كوكب الأرض. هو في الحقيقة ده لو تخيلنا انه التوهج الشمسي ممكن يلمس كوكبنا فدي هتبقى النهاية، انما الظاهره دي بتحصل دايما، والانفجار الشمسي ده كان قوته متوسطه، يعني دايما بتحصل بتبقى قوته متوسطه مش عنيفه، ما بتوصلش للارض. وده الكلام اللي قالته وكاله ناسا اللي عندها مرصد مخصوص للشمس اسمه مرصد ديناميكيات الطاقه الشمسيه. هذا المرصد بيدرس كل حاجه عن الشمس، مش بس عشان نفهم اكتر عن اسرار الكون، لكن كمان لانه الانفجارات الشمسية حسب قوتها ممكن تسبب مشاكل في الاتصالات اللاسلكية وفي شبكات الكهرباء، وطبعا بتبقى خطر جدا على رواد الفضاء. والتاريخ سجل كتير من الانفجارات الشمسية الخطيرة، منها مثلا انفجار شمسي حصل في القرن ال16 والمؤرخين كتبوا عنه، مؤرخين كتير كتبوا عنه وسموه الحريق العظيم، لأنه الناس وقتها كان ده في مارس سنة 1582 أعتقد. الناس لما شافوا السماء مولعة نار حرفيا يعني، واستمرت كده 3 أيام ليل نهار، كل ده بسبب الانفجار الشمسي القوي. طبعا الناس قلقت جدا جدا، كان حاجة مخيفة، ربنا يسترها مع كوكب الأرض. كفاية علينا كورونا، يعني كفاية كورونا، يبقى كورونا وانفجار شمسي لا كفاية. خلينا بس كده نحاول نستمتع بأي كده شعاع شمس جاي في الشتاء ده من غير بقى أي حرايق في السماء. الحمد لله مش عايزة أخضكم، أنا بس قلت لكم الخبر ده على سبيل المعرفة، ولكن الموضوع يعني ما فيهوش مشكلة. ده انفجار شمسي من نوع المتوسط والضعيف، مش حاجة كبيرة، يعني فيش أي حاجة هتتأثر عندنا، عشان ما حدش يقول إنجي قالت مش ما فيش حاجة، اطمنوا بس أنا بقول لكم المعلومة عشان تبقوا عارفينها. طيب معانا على تليفون دكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم على حضرتك وكل المشاهدين، ويا رب تكونوا بخير جميعا ويحفظ الجميع من يا رب شرور الكورونا. يا رب، ومن شرور الانفجارات الشمسية. الانفجارات الشمسية إن شاء الله. يعني فهمنا بالضبط إيه اللي حاصل، إيه موضوع الانفجار الشمسي ده؟ يعني أنا قلت كده بوجه عام، بس كلامي طبعا أكيد مش علمي زي حضرتك. لا، كلام حضرتك سليم جدا. هو إحنا طبعا كلتنا عارفين إن الشمس جسم متوهج مليء بالانفجارات والبقع الشمسية، وطبعا درجة حرارة مرتفعة جدا أكثر من 6000 درجة مئوية، وده بيحاكي القنابل الهيدروجينية. من خلال الأرصاد اللي بتتم على سطح الشمس والظواهر الشمسية، تم تصنيف النشاط الشمسي بما يسمى دورة النشاط الشمسي. دورة النشاط الشمسي دي متوسطها حوالي 11 سنة، مع بداية عمر الدورة دي بيكون عدد البقع الشمسية والانفجارات والتوهجات زي اللي اعلنت عنها ناسا النهارده. وفي الواقع الانفجار ده كان من يوم 20، وطبعا على ما بياخد الوقت والارصاد وبيعلن عنه فالقصه بتاخد لها يوم او اتنين بالكتير. النشاط دوت مع بدايه عمر الدوره بيكون فيه هدوء نسبي، بيزداد تدريجيا لحد منتصف عمر الدوره اللي هو العام الخامس او السادس، ده بيكون اكبر فتره فيها نشاط للانفجارات الشمسيه وللبقع الشمسيه ومثل تلك الظواهر. يبدا يقل تدريجيا لنهايه عمر الدوره. الدوره الماضيه كانت دوره هادئه تماما، متوقع الدوره الحاليه اللي احنا فيها تكون الى حد ما مش هادئه ومش نشيطه، عشان برضه يعني ما نسببش زعر للناس، بدليل ان الانفجارات والظواهر اللي تم تسجيلها حتى الان كلها ما زادتش عن المستوى المتوسط. طب واحد هيسال، طب النشاط الشمسي والانفجارات دي ايه علاقتها بينا؟ طبعا الانفجارات دي بتولد موجات كهرومغناطيسيه، والحمد لله ربنا يعني من حكمته وصنع خلقه للارض انه خلق عندنا غلاف ارضي بيحمي الارض من تلك الاشعه الى حد ما والانبعاثات الكهرومغناطيسيه. وفي وقت من الاوقات كده كان في هيصه ومهرجانات
على ثقب الأوزون والكلام اللي كان حصل بيه. طبقة الأوزون أحد الطبقات الموجودة في الغلاف الجوي اللي بتحمي الأرض من مثل تلك الأشعة والموجات. لكن فرضا إن حصل نشاط شمسي أكبر من المتوقع ووصلت العواصف الكهرومغناطيسية للأرض، زي ما حضرتك تفضلت مشكورة، ممكن تأثر على وسائل الاتصالات اللاسلكية. ممكن لو تأثر ازاي يعني ايه اللي يحصل؟ اولا الموجات دي ليها ترددات منخفضة اقل من 30 هرتز، وبالتالي ممكن تأثر وتعمل شوشرة على مثل تلك الترددات بتاع وسائل التواصل اللاسلكي، ويبقى في تداخل، الموجات ما تسمعش اذا كانت بقى موجات لاسلكية، هواتف محمولة بترددات معينة، او وسائل التواصل مع التيارات الملاحة الجوية. كل دي في الرينج او في المدى بتاع الترددات اللي بتطلقها تلك الموجات الكهرومغناطيسيه. يعني احنا نعرف ازاي، نحس بيها ازاي انه حصل تاثير على ده؟ القصه دي طبعا في مراصد كثيره، مش بس ناسا وكل وكالات الفضاء. احنا عندنا ايضا في مصر عندنا مرصد لمراقبه قرص الشمس والانفجارات الشمسيه، بالاضافه لكده في المراصد المغناطيسيه الارضيه. وايضا في مصر لدينا مرصدين الوحيدين اللي في شمال افريقيا للرصد المستمر للمجال المغناطيسي للارض وتغيراته، واللي ده بيتاثر دايما بالعواصف الكهرومغناطيسيه. أيوة.